حذرت الأمم المتحدة من أن نحو 18 مليون شخص في منطقة الساحل الأفريقية يواجهون خطر انعدام الأمن الغذائي الحاد خلال الأشهر الثلاثة المقبلة مع خفض الحصص الغذائية المخصصة لهم بسبب نقص التمويل، مشيرة إلى أنه يمثل أعلى رقم منذ 2014. بالتزامن مع التخوفات العالمية من وقوع أزمة جوع قاتمة هي الأخطر في التاريخ الحديث بعد اضطرابات بسبب الحرب الروسية الأوكرانية، تعيش عددا من دول العالم أزمة بسبب وقف تصدير الغذاء كليا أو جزئيا. التخوف الحالي دفع بنك التنمية الإفريقي إلى تخصيص مساعدة بقيمة 1.5 مليار دولار لمنع حدوث أزمة غذاء في القارة الإفريقية. خطة المساعدة تهدف إلى زيادة إنتاج القمح والذرة والأرز وفول الصويا في القارة الإفريقية من أجل التعويض عن فقدان الإمدادات بسبب الحرب في أوكرانيا. دول إفريقية تعتمد بشكل كبير على واردات القمح من أوكرانيا وروسيا، وهو ما سبب أزمة مع ارتفاع أسعار القمح بسبب الحرب إلى أكثر من 45%، كما ارتفعت أسعار الأسمدة بنسبة 300%، فيما تواجه القارة السمراء نقصا في الأسمدة يبلغ مليوني طن. بنك التنمية الإفريقي أكد أن الخطة ستفيد 20 مليون مزارع إفريقي يحصلون بموجبها على بذور وتقنيات لإنتاج 38 مليون طن من المواد الغذائية في خطة تستهدف الإصلاح الزراعي. الحرب في أوكرانيا تؤثر على الاقتصادات الإفريقية التي أضعفتها تداعيات جائحة كورونا وسط تخوف من المجتمع الدولي من خطر المجاعة في بعض البلدان الإفريقية التي تواجه جفافا شديدا أو صراعات. وبحسب دراسة فإن الوضع في منطقة الساحل يمثل قلقا للمجتمع الدولي، حيث من المتوقع أن يواجه ما يصل إلى 18 مليون شخص انعداما للأمن الغذائي خلال الأشهر الثلاثة المقبلة بالتزامن مع استمرار تداعيات الحرب الروسية الأوكرانية.